مشاهدي قناة شوف تيفي أهلا ومرحبا بكم، أنا في مباشر جديد هنا من مدينة الدار البيضاء من أمام الوزيز معقل الرجوي في الجماهير الرجوية بأعداد غفيرة، مئات 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 هنا بمركب أو هنا بالوزيز كتسنى لحظة توزيع التذاكر المجانية. شوفوا معنا شنو واقع، الوزيز عامر بالرجوين، الوزيز مكشط بالرجوين، كلشي كيتسنى كلشي كيتسنى لحظة توزيع التذاكر. شوفوا معنا شنو واقع، شوفوا الصف منين شاد، شوفوا معنا الصف منين شاد مشاهدينا الكرام، طبيعة الحال تحت صفار أمني كبير. شوفوا معنا شنو واقع مشاهدي قناة شوف تيفي، احنا أمام الوزيز معقل الرجويين، جماهير الرجوية واقفة في هذه اللحظات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الوزيز عامر بالرجويين وكلشي كيتسنى لحظة توزيع التذاكر المجانية لمباراة نهائي كأس العرش. هنا مشاهدي قناة شوف تيفي كيف ما كتشاهدوا معنا، شوفوا شنو واقع، الرجويين شحال واقفين، الرجويين شحال كيتسناو جماهير الرجاء بأعدادها الغفيرة حاضرة هنا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم. ذكركم أن في الصباح راه تم توزيع بعض التذاكر اللي تقعداش واحد الوقت اللي وجيز وجيز وجيز، ناس جاو ناس مازال كيتسناو تبارك الله، الجماهير الرجوية بأعدادها الغفيرة حاضرة هنا وكتسنى لحظة توزيع التذاكر المجانية هنا بالوزيز كيف ما كتشاهدوا معنا على المباشر. شوفوا معنا شنو واقع، ما نبالغش قلت لكم واصل عدد الالاف، مئات المئات 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 كيتسناو هنايا، مئات من الجماهير الرجوية كتنتظر لحظة توزيع التذاكر المجانية. في الصباح طرحوا بعض التذاكر اللي سالوا تقريبا في 10 دقائق، سالوا في واحد الوقت وجيز، يعني 10 دقائق الجماهير الرجوية اللي غتحج غدا ان شاء الله باعداد غفيره وغفيره وغفيره كيف ما عودتنا في التنقلات ديالها كيف ما عودتنا مشاهدينا. شوفوا معنا شنو واقع هنا امام الوزيز لحظه توزيع التذاكر، كلشي كيتسناها جميع الجماهير الرجوية كتسنى هذه اللحظة هذه بطبيعة الحال تحت صفار أمني. شوفوا معنا شنو واقع هنا، الصف منين مشدود مشاهدينا الكرام، شوفوا معنا الصف منين مشدود، يعني بعد خاص تكون عندك بطاقة الشرعية الأسبقية، أصحاب بطائق الإشتراك هما اللي كياخذوا التذاكر ديالهم هما الأولين. شوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي احنا معكم على المباشر، باقي 4 دقائق على جد فين في السطور لا في الرسمية، سير سير ولا خذ راحتك، كل كيتسنى لحظة توزيع التذاكر هنا بالوزيز كيف ما كتشاهدوا معنا. اجي اخويا اجي، حنا على لايف دابا لايف يعني كما قلتيش باش تيجي كلشي كيتسنى، كلشي كيتسنى لحظة توزيع التذاكر، التذاكر اللي بمجان اللي طرحات تقريبا هذه الصباح وسالات واحد الوقت اللي وجيز تقريبا 10 دقائق بس انتهت التذاكر، الجماهير الرجوية بأعدادها الغفيرة كتنتظر سم 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 بزاف انتظار لحظة توزيع التذاكر ديالها كيف ما كتشاهدوا معنا. الحرارة مرتفعة، هادشي ظروف صعبة، ظروف صعبة شوف
كلشي كيتسنى لحظه توزيع التذاكر، كلشي كيتسنى لحظه توزيع التذاكر اللي غتكون بالمجان، كلشي كيتسنى فيها. الوزيس عامر بالراجوين، اعداد غفيره منذ الساعه الاولى من صباح اليوم، طرحات بعد تذاكر الصباح وسالات واحد الوقت اللي وجيز تقريبا 10 دقائق باش سالات.